كان في اثنين عم صوتي ورمى لي الشنطة على المدرسة. لما رمالي كان في مواجهة، ذهبت أنا وصاحبي عشان نجيب الشنطة، لقيتها مع الجيش. قال لي الجيش تاخدها اليوم الثاني. روحت على الدار وأجا اليوم الثاني، لا بدي أجيب الشنطة أنا وصاحبي. عبرت على الدكان ده أشتري علبة كولا، قدمت شوي اتصابت، ولما اتصابت وقعت على الأرض. وبعدها لما رفعوني الشباب شفت الجيش بيطلع من ورا السور وحطوني بالفرد وخذوني على المستشفى. ما كانتش داخلة مخي بالأحرى، يعني أنا وصلت المستشفى وشفته طالع وكان طالعين على غرفة العمليات. ما حسيت بحاجة أصلا، هيك صرخت صرخت وبعدين كان خلاص. ما عرفتش كيف وصلت غرفة العمليات، من كام يوم كان طبعا لأني لهذيك اللحظة ما كنتش نسيت كل هو بس هو بس اللي لما شفت عيني بس منيت لو حتى لو أنا شو يعني بيطلع من المدرسة بروح دغري. في عنده ارتباط كثير بالحمام وبالعصافير وبالحيوانات، بيحبها كثير كثير. يعني كل وقته بقضيها مع العصافير ومع الحمام، عنده في الدار حمام وعنده عصافير بقضي وقته معاهم. يعني ما بيهتم في جيش، ما بيهتم في مواجهات، ما بيهتم بكل هي الدواوين. هي كان يعني السبب اللي خلاه يوصل هي الشنطة بس، مش أكثر من هيك، لأنه بيقدر يوصل الامتحانات. نصيبه وقدره يعني. مش متوقع يصير ولا شيء. مش متوقع يصير لا شيء ولا شيء. يعني خلاص بكفي أطفال في الليل شو ذنبهم؟ يعني هم بتمنوا لأولادهم هيك. في النهاية طفل مش مأذيك، وحتى لو ضرب حجر التنس شو بده شو بيسوي بحجر؟ يعني بكفي ياخذ الداء ويتحاسب على العمل اللي سووه فيها. مش إسرائيل ولا اهتموا في الموضوع ده مرة. يعني مرات يعني هيك بيسوي بهاش بيرفع بيرفع يعني فترة بسيطة من فترة بسيطة وصل ضغطه 205 بدون ما ضغط حاله. وهي هي الطريقة الوحيدة اللي بعبر فيها عن حاله، أصلا ما بحكي عشان يعبر بس انفعاله وضغطه بس. الوضع بشكل عام في الجلزون صفة في يعني مواجهات بين الجيش وبين الشباب أو ولاد المخيم، بصيروا بينزلوا على المخيم، بتلمع في كولات داخل المخيم بشكل. كونه انه مستوطن بيت ايل قريب على المخيم، فهو هذا العنق اللي دائما بيساعد انه دائما الجيش يكون موجودين. ليش بتفكر يعني للمستقبل؟ انه يكون هيك لي ورجع زي حياتي كمان. مش عارف. اللي بعدت الشعور هو ده عادة كيف برجع.